الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ ابن القيم رحمه الله: الفصل الخامس والسبعون في جوامع من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم وتعوذاته. الفصل الخامس والسبعون في جوامع من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم وتعوذاته لا غنى للمرء عنها. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الجوامع من الدعاء ويدعو ما بين ذلك. وفي المسند والنسائي وغيرهما أن سعدا سمع ابن له يقول: اللهم إني أسألك الجنة وغرفها وكذا وكذا، وأعوذ بك من النار وأغلالها وسلاسلها. فقال سعد رضي الله عنه: لقد سألت الله خيرا كثيرا وتعوزت من شر كثير، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون قوم يعتدون في الدعاء، وبحسبك أن تقول: اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم. وفي مسند الإمام أحمد وسنن النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وعن ابن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك رهابا لك مطواعا لك مخبتا إليك أواها منيبا، رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سقيمة قلبي. هذا حديث صحيح رواه الترمذي وحسنه وصححه. وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فكنت أسمعه يكثر أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. وصلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذه الأحاديث في دعوات النبي صلى الله عليه وسلم، وأن دعوات الجوامع عليه الصلاة والسلام كان يتحرى جوامع الدعاء، يعني الذي هي جامع الخير. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وسلم يدعو جوامع الدعاء ويدع ما سوى ذلك، مثل: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب لها من قول وعمل، وأعوذ من النار وما قرب لها من قول وعمل. هذا من دعاء صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك رضاك والجنة، وأعوذك من سخطك والنار، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعنته وسره، وما أشبه لك من دعوات عليه الصلاة والسلام. ولما سمع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ابنه يدعو ويتكلف الدعاء، اللهم يدخل الجنة وكذا 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 وكذا، يعدل ما فيها من النعيم، وعرف من النار وأغلالها وكذا وكذا، قال: يا بني لقد سألت الله خيرا كثيرا وتعوذت بالله من شر كثير، وإني سمعت النبي يقول صلى الله عليه وسلم: يأتي قوم يعتدون في الدعاء، فخاف عليه يكون هذا، ويكفيك تدعو بجوامع، قال: اللهم إني أسألك من خير ما أسألك، اللهم إني أسألك من خير كله عاجله وآجله إلى آخره، تسأل جوامع الدعاء ويكفيك عن التفاصيل. هذا كله هو المشروع، الإنسان يتحرى جوامع الدعاء ويدعو به، وفي ذلك الخير الكثير. ومن جاء الحديث عائشة: اللهم إني أسألك من خير كله عاجله وآجله ما علمت منه ما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله
ما علمتم ولا من غاسر في الجنة هو أقرب لها من قول وعمل، وأعوذ من النار يوم أقرب لها من قول وعمل، وأشرك من خير ما سألك من عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم، وأعوذ من شر ما سألك من عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم، كل هذا من جوامع الدعاء. اللهم إني أسألك رضاك والجنة، وأعوذ من سخطك والنار. وهكذا أنس يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتحرى جوامع الدعاء عليه الصلاة والسلام. هكذا ينبغي المؤمن أن يتحرى الدعوات الجامعة. ومن هذا قول صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وانكر لي ولا تنكر علي، واهدني ويسر هداي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك زكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مخبتا، إليك أواها منيبا. اللهم تقبل توبتي واغسل عورتي، ثبت حجتي واجب دعوتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واصل سخيمة قلبي. ومن دعائه الكثير صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا كان يكثر يدعو بهذا عليه الصلاة والسلام، ويكثر أن يقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. فينبغي المؤمن يتحرى الأدعية الجامعة ويدعو بها كما كان النبي يدعو بها عليه الصلاة والسلام. وفق الله الجميع. صلى الله عليه وسلم. الإطالة الآن في الدعاء ختم القرآن يأخذ ساعة، ساعة إلى ربع أحيانا، هل هذا من الدعاء والإكثار من الدعاء؟ كله طيب، أكثر الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يدعو الله من دعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعدل دعوة في الدنيا، وإما أن تدخل في الآخرة، وإما صح من الشر مثل ذلك. قال: يا رسول الله إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. الله يحب الإكثار من الدعاء. ويقول: أحسن الله.